الشطبري، التمرير لمنصور البركي، ما تاخذهاش حمزه الشطبري، هذا ممتازه جدا اللقطه الاخيره من عبد المؤمن الجابو، فنيات عاليه للجزائري، فنيات عاليه للجزائري في اللقطه الاخيره. حكم يوقف اللعب لاعب الشبيبه حسام الحمزيوي على ارضيه الميدان. هي من اللقطه الاخيره، يعني لقطه ممتازه من عبد المؤمن الجابو، راوغ محمود الدريدي ثم حاول اخيره، يعني لقطه ممتازه من عبد المؤمن الجابو، راوغ محمود الدريدي ثم